مواجهة رقم 52 زوز انتصارات فقط لأولمبي البيجي على الترجي النادي التونسي، بينما الترجي انتصر في 37 مناسبة و12 مباراة انتهت بالتعادل. تبع عكس الهجوم للأولمبي البيجي على الدين عباس، وجه لوجه على الدين عباس، تباطأ بشكل كبير على الدين عباس، فرصة وجه لوجه مع الحارس بن شريفية، غريبة الفرصة الأخيرة والتسديد. الهدف الاول للاولمبي البيجي، الهدف الاول للاولمبي البيجي، تسديده ممتازه من ايمن الكثيري اللي لاعب معناها لاعب ارتكاز اللي جاي من وسط الميدان معناها، وسدد بطريقه ممتازه جدا غلطه الحارس الشريفيه. هدف ممتاز جدا من ايمن الكثيري، يعني الكره الثابته كانت خطيره بالنسبه للاولمبي البيجي. فرصة أولى من حمدي الورهاني، ثم مخالفة كذلك تسديد من حمدي الورهاني، والآن التسديدة الثالثة والهدف اللي كان حقيقة رائع جدا من لاعب أيمن الكثيري، اللي كان زاد معناها كان الوجه لوجه هو كان يسبق الهدف هذا، لكن اللاعب عباس باطأ وحاول أنه يستعمل طريقة فنية، لكن بن شريفية تألق وكان أنقذ مرماه في المرة الأولى، لكن في المرة الثانية ترجي التونسي اللقطة الأخيرة يعني كرة حسين الراقد كان مرر الكرة للاعب مباشرة على عباس، يعني كاد يستغلها واللاعب عاطف المازني، هذه ضربة ركنية للأولمبي البيجي. هذا أيمن الكثيري، أيمن الكثيري من جديد الكرة للاعب حمدي الورهاني، التوزيع من حمدي الورهاني، هذا ما بالراس لكن الكرة تصطدم بزميله من جديد. الهدف الثاني للأولمبي البيجي، الهدف الثاني للأولمبي البيجي، تسديدة ممتازة جدا. الهدف الثاني عن طريق اللاعب علاء عباس، علاء عباس يسجل الهدف الثاني او عاطف المازني، هدف ثاني للاولمبي البيجي، تمرير معناها تسديده ثانيه معناها بنفس الطريقه تقريبا. شفنا معناها للحارس ما عنده حتى امكانيه باش ينجم ينقذ مرماه من تسديده كما هكا. علاء الدين عباس يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 22، علاء عباس الدقيقه 22 الهدف الثاني للاولمبي البيجي، حيره المدرب نبيل معلول. يعني رقم 7 خالد العياري، ننتظر مكان من زوز اللاعبين، بعد لحظات ننتظر تخرج الكره ثم مسكون التغيير، وهذه عكس الهجوم قطع الكره. أدما أدما الهيشري، الهيشري كره البوسليمي، بوسليمي بس بوسليمي، أدما هدف الثالث للأولمبي البيجي، الهدف الثالث للأولمبي البيجي عن طريق اللاعب أدما. قلت أخطاء بالجمله ارتكبها دفاع الترجي الريد التونسي في هذه المباراه، اخطاء بالجمله في دفاع الترجي التونسي. ماذا جرى لدفاع الترجي التونسي في هذه المباراه؟ اخطاء بالجمله، يستغلها لاعب ادما، كان ادما يسجل الهدف الثالث مره اخرى، يستغل يعني اخطاء دفاعيه للترجي التونسي في الوقت اللي استعد فيها نبيل معلول باش يقوم بزوج تغييرات. هدف الثالث للاولمبي البيجي في الدقيقه 33 عن طريق اللاعب ادما، سيناريو ما كانش منتظر ولو لحتى اللي حباه الاولمبي البيجي، وكذلك الترجي التونسي. احسن استغلال الترجي التونسي، يوسف البلايلي التمرير، يوسف المساكني يسقط، ولا حكم يقول ضربة جزاء للترجي التونسي، ضربة جزاء للترجي التونسي في الدقيقة 27 بعد احتكاك يوسف المساكني مع اللاعب بوب جاي. ينظر الحكم بوب جاي، اكيد على ما يبدو الانذار الثاني، الانذار الثاني لبوب جاي، يكلف الورقة الحمراء، ورقة حمراء لمدافع ايمن الاولمبي البيجي بوب جاي في اللقطة الأخيرة، الاحتكاك بينه وبين يوسف المساكني، يعني لاعب الأجنبي جاء باش يقدم الإضافة للاولمبي البيجي، يعني أول مباراة ليه ياخذ ورقة حمراء، يعني نقطة استفهام لهذا المهاجم الأجنبي في تشكيلة الاولمبي البيجي. أمامنا على الصورة في تنفيذ ضربة الجزاء خالد المولي، أكيد اختصاص تنفيذ ضربة الجزاء في الترجي التونسي في الدقيقة 28، ننتظر التنفيذ من خالد المولهي، وجه لوجه مع الحارس قيس العمدوني. خالد المولهي ينتظر إشارة الحكم سعيد الكردي، خالد المولهي يتقدم رويد الرويدي، خالد المولهي يتنفذ، والهدف الأول، الهدف الأول للترجي التونسي في الدقيقة 28 من هذه الفترة الثانية. ينجح الترجي التونسي في التسجيل الأولى أهدافه، يرد على 3 اهداف اللي سجلها الاولمبي البيجي. قلت رجع الاولمبي البيجي للوراء، خلى الترجي يضغط اكثر ويخلق الفرص، جاءت الاخطاء هاو يرتكبها بوب جاي الظهير الايمن، يستغلها يوسف المساكن، يعني يربح ضربه جزاء. خالد المولهي ينجح في تذليل الفارق في مناسبه اولى في الدقيقه 28 عن طريق ضربه جزاء، 3 اهداف مقابل هدف، اكيد يعني